تتميز المحفزات التكييفية في وحدة التحكم اللاسلكية Dual Sense بمستويات مقاومة ديناميكية مصممة لمحاكاة إحساس الاندماج مع أدوات وأسلحة ومركبات مختلفة في الألعاب المدعومة على PS5. في لعبة كينا Bridge of Spirits تعمل المحفزات التكييفية على تطبيق مستويات متباينة من المقاومة بحسب ما إذا كنت ستستفيد من الهجمات الثقيلة أو القتال طويل المدى. أشعر بالضغط تحت إصبعك أثناء قيامك بسحب قوسك، ما يجعلك تشعر بالتعمق في اللعب. استمتع بالشعور الطبيعي لشد زناد في Warframe. تعمل الأسلحة المتنوعة في اللعبة بشكل مختلف، ما يضيف مستوى جديداً من الانغمار والانغماس في اللعب. أشعر بشباك سبايدرمان على أطراف أصابعك عن طريق الزمبرك، والاستخدام التجاوبي للمحفزات التكييفية في لعبة سبايدرمان من مارفل مايلز موراليس بطريقة جديدة كلياً للشعور بالتأرجح من مبنى لآخر عبر نيويورك مارفل. أشعر بالتأثير الفعلي لحركاتك في اللعبة، كل هذا بفضل الانغماس العميق الذي تمنحه المحفزات التكييفية. العب كما لم تلعب من قبل.